إلى عدد جديد من برنامج تواصل دوت كوم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وفي عدد اليوم نتابع التظاهرات في البصرة وسط إصرار المتظاهرين على مواصلتها حتى تحقيق مطالبهم. بعد ذلك ننتقل إلى محافظة المثنى، وهناك لا يزال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة الاعتصام في السماوة ويقومون بالعديد من العروض المختلفة. وفي النجف هتافات موجهة إلى الحكومة ترفض في مضمونها استمرار الفساد وتطالب باستمرار التظاهرات حتى تحقيق العدالة. والختام سيكون مع ما وصلنا من مقاطع مصورة على نافذة أنت ترى تحديدا من ميسان، حيث يؤكد شيوخ عشائر هناك على التمسك بمطالبهم حتى تحقيقها. أهلا بكم. البداية من البصرة، وهناك تواصل التظاهرات في المحافظة وسط إصرار على تحقيق كافة المطالب، نتابع وإياكم. تظاهرات جوالة في شارع الجزائر وهتافات ضد الحكومة الحالية في البصرة أيضا، نتابعها معا. في البصرة أيضا وجه المتظاهرون هتافاتهم لعموم الشعب، ودعوا من لم يشارك بعد بالتظاهرات إلى النزول في الشوارع والطرقات من أجل مواصلة التظاهرات، نتابع. إلى كورنيش البصرة الآن، حيث هتف المتظاهرون هناك هذا وعد هذا وعد، والبصرة ما تسكت بعد، نتابع. Come on!
إلى محافظة المثنى الآن، وهناك عروض فنية تخللها الاعتصام الذي يتواصل لليوم السابع على التوالي. بقونا في محافظة المثنى، وننتقل بكم الآن السادة المشاهدين إلى مدينة السماوة، وهناك لا يزال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة الاعتصام في المدينة ليلا ونهارا. نتابع. كيف هتف المتظاهرون في محافظة النجف ضد المحاصصة وإفساد الدولة، وقالوا ما نريد نواب بتزوير تتعلى. تعالوا نتابع شيئا من هتاف المتظاهرين في محافظة النجف. الآن إلى كربلاء حيث الهوسات الشعبية، وهناك هوسة شعبية عنوانها بلوى، هذول الأحزاب بلوى. نتابع. الآن إلى ميسان، وهي أخبار جملتها وصلتنا وكانت ضمن المقاطع التي جاءت عبر نافذة أنت ترى. المقطع الأول يؤكد اتساع وتواصل التظاهرات في ميسان. نتابع وإياكم. Thank you.
وجدتم في المقطع السابق إحدى اللافتات مكتوباً عليها خرجت أتظاهر حتى لا يعيش أطفالي مأساة أنا عشتها حيث أنني عشت في بلدي مسلوب الحقوق. في نافذة أنت ترى أيضاً، ولكن الآن مع شيوخ عشائر في ميسان يؤكدون على ضرورة التمسك بمطالبهم. نتابع إياكم أبرز ما جاء في المقطع. لا حقوق، شعب مظلوم، شعب منتهي، ميزتوه واحد اعطيتوه راتبين، واحد ثلاثة، واحد كل شيء ما اعطيتوه، وتريدونه ما يطلع ولا يحكي، اسكتوا، نضطهدكم، نقتلكم، نعتقلكم، نسجنكم، ما يجوز، ما يجوز هذا. هسه احنا نطالب بحقوقنا، حقوقنا حق شرعي، شرعي بالأمم المتحدة، من الصليب الأحمر الدولي، وما تطونا. يعني شو تريدوننا؟ تريدوننا نسكت؟ اعطونا حقوقنا، حقوقنا اعطونا اياها، ما اريد كل شيء من عندكم، بشكل ما اعطيتوا هاي حق هاي العالم، هم اعطونا حقوقنا، مو واحد احنا هم شعب. طبعا مشاهدينا بامكانكم ارسال كل ما تلتقطونه من صور وتوثقونه من مقاطع مصوره على نافذة أنت ترى التي أطلقتها قناة الرافدين، ونحن بدورنا سنقوم بعرضها في الحلقات القادمة من برنامجكم التواصلي التفاعلي اليومي تواصل.com. الآن إلى فقرة آراؤكم. في آراؤكم شاهدوا هذه الصور التي تبين كيف أن الحكومة تنشر قوات الرد السريع في ميسان، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وعناصر الأخيرة يرتدون الأقنعة لإخفاء وجوههم وينفذون حملات تفتيش للعجلات والمارة في المحافظة. الآن مشاهدينا نقرأ عليكم، اخترنا لكم من تعليقات جاءت تعقيبا على هذه الصور التي انتشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. غورماس تكتب: تأكدوا أنهم ميليشيات إيرانية هدفها القمع وتنفيذ اعتقالات مثل ما يسووا بإيران ضد معارضيهم. هذه الفتاة العراقية على ما يبدو أنها تريد أن تقول إن هؤلاء الجنود أو الذين ترونهم جنودا ما هم إلا جنود إيرانيين، ربما نزلوا إلى الميادين حتى يعتقلوا العراقيين تماما كما يفعلوا في طهران ومختلف المدن الإيرانية كما حصل سابقا طبعا، ولا يزال يحصل كما تقول كثير من وسائل الإعلام. إلى تعليق جديد. في التعليق الجديد حمدو يكتب: إخفاء الوجه بالأقنعة بالجو الحار دلالة على خوف المرتزقة من الغضب الشعبي والقادم من الأيام وعدم الإيمان بالدفاع عن الطغاة ضد الحق. هذا الشاب يعني يستهجن فكرة كيف لرجل أمن، المفروض أنه رجل أمن، لماذا يقوم بتغطية وجهه؟ هذا دليل على أن رجل الأمن ينوي القيام ربما بأفعال تؤذي الشعب، ربما يريد القيام بإطلاق الرصاص حتى لا يتعرف إليه المتظاهرون، لذلك آثر أن يضع الأقنعة على وجهه. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي تقول إحدى الفتيات عبر الفيسبوك: هذه ميليشيات وليست قوات أمنية. إذن هناك شبه إجماع على أن من يقوم بمواجهة المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية لم يحضروا من أجل أمن الشارع ولا ليؤمنوا المتظاهرين، وإنما من أجل قمعهم وترسيخ مبادئ القمع التي يفرضها الظالمون كما يرى كثيرون من العراقيين. إلى التعليق الجديد. علي فهيم محسن يكتب: لبس الأقنعة أو لبس الأقنعة هي من أجل خطف المتظاهرين. أيضا هذه فكرة أخرى ينبه إليها علي، ويقول إن ارتداء الأقنعة ربما كان أيضا من أجل اختطاف بعض المتظاهرين وكي لا يعرف بقية المتظاهرين من هذا الجندي الذي قام بخطف أحد زملائهم. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير العراقي الغيور يكتب: الشارع غاضب، فالأقنعة أصبحت واجبة لمرتزقة الأحزاب لإخفاء الهوية، حالة وعي يعيشها الشارع العراقي بشبابه وكل من يشاركون في هذه التظاهرات. الآن نذهب إياكم إلى تويتر.
العراق ينتفض ضد الفاسدين، هذا هو الهاشتاغ الذي نشط خلال ال 24 ساعة الماضية. مشاهدينا الكرام، والآن نقرأ عليكم تباعا التغريدات التي انتقيناها لكم. في التغريدة الأولى ابتسام هامل تكتب: الكل يعرف من هم الفاسدون في العراق، رأس السلطة، الرئاسة الثلاث والبرلمانيين ومجالس المحافظات. الفاسدين كلهم وكل مسؤولي الأحزاب المتنفذة، لا فرق بين المتنفذين الشيعة أو السنة، الكل يسرق بدون رادع أو خوف، العراق ينتفض ضد الفاسدين. ننتقل وإياكم الآن إلى التغريدة الثانية والتي كتبها علي كريم، يقول: الأحزاب العراقية وصمة عار على جبين بلاد الرافدين، حان وقت اقتلاعهم، والله لو يغتسلوا ألف مرة بماء زمزم فلن يتطهروا. علي يدعو لضرورة إلغاء أو إسقاط الأحزاب كحل من أجل نهضة العراق وتحسن الأحوال فيه. إلى التغريدة التالية عفواً، أحمد يكتب: وين أكو بالدنيا بأي ديمقراطية قديمة أو ناشئة نظام يسمي نفسه ديمقراطياً، أحزابه ترفض الكشف عن مصادر تمويلها، الأموال التي تصرفها على فضائياتها وإذاعاتها ورواتبها ومقراتها وسياراتها المصفحة وحماياتها، ما ظهر منها وما خفي. العراق وما أدراك ما الذي يحدث في العراق. إلى التغريدة الأخيرة، في التغريدة الأخيرة رياض يكتب: العبادي وحكومته يريدون إيصال رسالة للجميع، وهي نحن مع المتظاهرين شريطة ألا يتظاهروا، ويرضون بوعودنا الوهمية الخيالية، وأن يقنعوا بما لديهم، علما أننا لن نتزحزح عن الكرسي على مودكم. العراق ينتفض ضد الفاسدين. بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. على ما يبدو أن الظروف التي يعيشها، الظروف الصعبة أقصد التي يعيشها العراق على الأرض، غير كافية ليقوم طياران عراقيان وبكارئ يعني أثناء رحلة جوية ليقوما بالشجار بالأيدي أثناء الرحلة، الأمر الذي كاد أن يتسبب بكارثة. المزيد في المقطع الآتي. لا تعليق. الآن نتعرف على أفضل جوازات السفر في العالم، شاهدوا ولا تتعجبوا.
مشاهدينا، هذا كل ما لدينا في عدد هذا اليوم. نلتقيكم على خير في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.